غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. وما الكنيسة بيناموا من البدري ولا ايه؟ عاملين زي الفراخ ولا نعم. الو، ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا ساعة تقومس انطونيوس، لعلك بخير يا فندم. مشكور ربنا حبيبي. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. معاك وسام من امريكا ساعة تقومس انطونيوس. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا بيك يا فندم. اول نشاط نتكلم مع سعادتك يعني. ساعة تقومس انطونيوس حضرتك كما تعلم نعم يا فندم؟ تفضل، عاوز تقول ايه؟ نعم. بقول لنا الشرف نتكلم مع سعادتك يعني. مخصوص يا حبيبي. تعرف حضرتك الكتاب المقدس يقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم. حضرتك تعرف طبعا هناك أكثر من 24 ألف مخطوطة للعهد الجديد. وهناك اختلافات كثيرة بين هذه المخطوطات. اتكلم عليها القمص عبد المسيح بسيط. أستاذ الدفاع اللاهوتي في كتابه أيوة. الكتاب المقدس أحد نقاده وقائلين بتحريفه. فمثلا بيقول إيه؟ بيقول يوجد لدينا الآن أكثر من 25 ألف مخطوطة سواء جزئية أو كاملة العهد الجديد. وبالرغم من أنه كما يقول جيسلر وينكس ليس لدينا مخطوطات أصلية متبقية الآن للكتاب المقدس. بعد كده بيشرح في صفحة أعتقد 173 بيتكلم على 175 بيتكلم على الاختلافات الموجودة في المخطوطات. فبيقول مثلا أحصى جان ميل حوالي 30 ألف قراءة متنوعة في مخطوطات العهد الجديد سنة 1907. أحصى سكاي أنا بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك أنا ودرسني أتكلم مع حضرتك. نعم يا فندم. أنا ما عنديش إجابات لأن أنا معلوماتي على قد جهة. حضرتك معلوماتك على قد جهة؟ أنا ما عنديش أي معلومات أقدر أتكلم منها. بس سعادتك يا فندم وكيل المطرانية يعني. أنا أتكلم حضرتك مليانش في الموضوع يا رب. بس حضرتك وكيل المطرانية. نعم. حضرتك وكيل المطرانية. لا القمص انطونيوس ايوه فندم القمص انطونيوس القمص عزار كنيسه الانبا انطونيوس ايوه حبيبي الوكاله اتغيرت عين وكيل غيري. طب يا فندم بالنسبه طب موضوع قرار جديد طيب يمكن موضوع يعني الكتاب المقدس صعب يعني. طب حضرتك بالنسبه لالوهيه المسيح على اي اساس يعني تعتبر المسيح هو الله؟ يعني المسيح انا ما عنديش فرصه للنقاش لان انا ضرب الشحيه ما تسمحش يعني. حضرتك ضمنت المسيح ما فيهاش شك طبعا ما فيهاش شك ازاي تعمل؟ اين قال المسيح هو الله؟ اين السيد المسيح هو الاله؟ اين يا فندم؟ اين قال ان الله؟ يا سعاده القمص الفاضل يسوع عندما يسوع عندما صار رئيس الكنعان ايمان وتعليم بقول لحضرتك معلش ما عنديش اي اجابات عشان ما تضيعش وقتك. ما انت حضرتك بتقول يسوع هو الله بدون دليل يا فندم. اين قال عن الله؟ اين قال عن الله؟ بدل ما ناكل سكه وتزعل ما عنديش وقت يا فندم. بص يا فندم اصل انت الوقت لو قفلت السكه انت بتسيء. اشوف حد غيرك يا فندم. انت وكيل المطرانيه يا حبيبي عشان ما تكلش السكه وتزعل يا فندم. انت لو تكلش السكه وتزعل يا سعاده القمص يا سعاده القمص يا سعاده القمص. بولس بيقول ان كنا قبل كده عن حضرتك قبل كده وبعد كده احنا بيلام علينا لو اتكلمنا اي كلام. انا اتصلت قبل كده غير عبر الشات يعني في تعميم اي حد عبر الشات ثاني يتكلم معه يعني في حبيبي يعني في تعميم ان انت ما تتكلمش معايا حضرتك. في تعميم ما تتكلمش معايا حضرتك. الصوت مش واضح. لا الصوت واضح جدا. الصوت لا الصوت واضح جدا وانت بترد عليا. نعم. انت بتقول في تعميم ان انا ما تردوش عليا مع ان الكتاب المقدس بيقول من ينكرني قدام الناس انكره امام دادي الذي في السماء. انا بقول لك مش مع تحذير. انا عندي انت ايه كده انت كده حضرتك يا فندم ما بردش على التليفون اي كلام يا فندم. ما اعرفش مين اللي بيتكلم. انا يا فندم انت قلت هذا الكلام. ممكن تكون حضرتك بتقول لي انا يا سعاده القمص انت قلت لي كده. انت اتصلت بكاهن قبل كده عشان كده انا احنا اي تليفون ما بردش عليه. أيوة. لانه مواجهه بنتكلم لكن التليفونات ما اعرفش مين بيكلمني. طيب وحضرتك بعدين حضرتك مسؤوليات كتير تقول انا فلان يطلع مش فلان. طيب يا فندم دلوقتي هتعمل ايه دلوقتي امام كلام يسوع؟ سلام سلام يسوع بيقول ان كل من اركنه
يا سعادة القمص هتعمل انت بتنكر يسوع؟ كلام لم الكلام يا فندم، انت بتنكر يسوع؟ من يمكنه قدام الناس امكنه امام داود الذي في السماوات؟ يسوع يقول لمن يستحي بيه بكلام هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فاني ابن الانسان يستحي متى جاء بملك بمجد بابا؟ ما عنديش وقت يا سعادة الفاضل. انا عندي اول حاجه بيخف شعري الحلاق دلوقتي مش فاضي. الحلاق بيخف شعرك؟ خلاص انا بس رديت عليك عشان فاكر المثال. طب اديني الحلاق حضرتك، مش مشكله اديني الحلاق. اديك حلاق ازاي يا راجل بصمه يدولك ازاي؟ ما انت بتقول عندك الحلاق بيقطع شعرك، انا مش سامع تقطيع ولا سامع مقص ولا سامع اديني الحلاق ولا سامع اديني الحلاق حضرتك. انا عاوز اتكلم مع الحلاق. انا عاوز اتكلم مع الحلاق. انا حضرتك بقى اتكلم، انا مش هرد عليك. لا انا عاوز الحلاق انت الوقت. لا مش هتكلم، انا اتكلم، انا مش هرد عليك. يا سعاده الفاضل المحترم، يسوع يقول لاني ما نستحى بيه، ما نستحى بيه كلامي بهذا الدين الفاسق الخاطئ، فان ابن الانسان استحى بما تجاء بملك بابا. يسوع يقول من ينكرني امام الناس فانا انكره امام داود الذي في السماوات. يسوع يقول من فمك ادينك ايها العبد الروش. حضرتك بولس يقول ان كنا ننكره فهو سينكرنا ايضا. يسوع يقول تعرفون الحق والحق ينكركم والحق يحرركم. يسوع يقول فتشوا الكتب يحرركم ان تنكركم. لا يا فندم. طب حرمني بقى، امال حرمني يسوع؟ لا حرمني حضرتك. اين قال يسوع عن الله؟ اين طلب العباده؟ اين قال عن الله الظاهر في الجسد؟ أين تكلم الخطيئة الأصلية؟ أين قال أن الله الإبن؟ أين قال أن الله الكلمة؟ أين قال الله الإقلوم الثاني؟ أين هذه الإجابات؟ فين الكلام ده في الإنجيل؟ يسوع يقول وباطل يعبدون وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. التعليم ده مش تعليم المسيح، هذا ليس تعليم المسيح. أنت بتقول المسيح هو الله، أين قال المسيح عن الله؟ فين الكلام ده؟ أنت بتعبد المسيح، أين طلب المسيح العبادة لنفسه؟ أنت بتقول المسيح هو الله الظاهر في الجسد، أين قال المسيح عن الله الظاهر في الجسد؟ انت بتؤمن بالخطيه الاصليه اساس عقيده التجسد والفداء. اين قال تكلم يسوع عن خطيه ادم او تكلم اربع الاناجيل؟ لا الكلمتين. نعم الكلمتين حضرتك اتفضل. اسمع الكلمتين. انا يا سلام يا فندم، انت هتقول لي يوم سلامك كنت اكلت لحمك قبل عظامك؟ يا حضره الفاضل انا مش عاوز سلام، طلب العباده لنفسي. بتقول ايه حضرتك؟ لا مش هنخلص ايه؟ طيب اديني الحلاق. انا عاوز اتكلم مع الحلاق. انا عاوز اتكلم مع الحلاق. اديني الحلاق. اديني الحلاق. انا ولا سامع صوت ولا سامع زعيق ولا سامع حلاق. قفل التليفون. كان معاكم، خدوا بالكم مين اللي بتكلم معاه. القمص انطونيوس القمص عذار وكيل مترانية كنيسة الانبا انطونيوس والانبا بولا الاقصر. القمص انطونيوس القمص عذار وكيل مترانية كنيسة الانبا انطونيوس والانبا بولا الاقصر. تاريخ الصيانة 5/2/78 5/2/78. الله اكبر كبير كل فرد مسلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر كبير كل فرد مسلم. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدره جل قدره. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.